السلام عليكم خدمة قديمة جديدة قديمة في موضوعها جديدة في شكلها يتعلق الأمر بخدمة ترجمة جوجل الجديد الرائع فيها أن مساعد جوجل الشخصي بعد أن كان يقوم بها بواسطة ملحقات جوجل المنزلية وغيرها أصبح الآن يقوم بها دون ما حاجة إلى هذه الملحقات أو على الأصح أصبح يقوم بها على الهاتف كما كان يقوم بها على هذه الملحق لن أطيل عليكم سوف أستخدم هذه الخدمة على الآيفون على أنه يمكنكم استخدامها أيضا على مساعد جوجل الشخصي على الأندرويد وطبعا لا أحتاج إلى تذكيركم أنكم تستخدمونها أيضا على كل ملحقات إذا أسهل طريقة للمنادات على جوجل في الآيفون هي أن أقول دي سيغي. اوكي جوجل. ترجم لي من فضلك. حسنا، ما اللغة المطلوب الترجمة إليها؟ الإنجليزية. الإنجليزية. تو. صباح الخير. Good أين توجد أقرب محطة حافلات؟ Where is the bus كم المسافة نحو الدار البيضاء؟ How far is it to مساء الخير. Good night. أين يوجد أقرب فندق؟ Where is the nearest hotel? أين أستطيع تحويل العملات؟ Where can I convert currencies? أين يوجد أقرب بنك؟ إذا كما لاحظتم أن الترجمة تتم بسرعة وكفاءة عاليتين، بقي أن أشير إلى أن التطبيق يعمل ب. تناسقيه مع تطبيق جوجل للترجمه لذا تجنبا للمشاكل المرجو تنصيب هذا التطبيق ومن الافضل ان نختار يعني اللغات التي قد نحتاج الترجمه منها او اليها كان هذا ما تشرفت بمقاسمتكم اياه اليوم الى لقاء اخر دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته